بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مباراة زميلنا محمد مو جيمينج ضد دوغ بيت. متعادلين أخونا محمد قبل شوي جاب التعادل شكله بالصعوبة. ما هي مباراة مجندين بس يحطهم عشان يخرب على برج النار. انت الان قاعد تتأخر كثير معك هذا الاكسير الثقيل وزيادة على كذا تتأخر ما تلعب. وصلت 10 اكسير وما تلعب. شيء رهيب والله، والله شيء رهيب. واو كفو والله، والله كفو. جامد. يلا بسم الله ننطلق. يعني قطع ول اوكي حسبته بيكا. جاني فوبيا من صوت البيكا. هذا شيء يعني سيء. انا قاعد العب بيكا ويجيك خوف من البيكا من كثر البيكا اللي قاعد اقابله، وانا ما عندي حتى بيكا في البدايه فيحق لي. صوت هذا سحر الثلج نفس صوت البيكا، شكله ماجنايت. الله العالم. طبعا يا سبحان الله الحظ السيء وانا العب جت طقة الوالدة الله يحفظها. ما ادري فجأة قاعد تخلص الصباح يعني تقول لي سمعت صوت طق ما ادري وش. يعني شوف كيف المصادفة ولا مرة يعني جت طقت على باب غرفتي من تقريبا شهر. الآن بدأت هذه المباراة وطقت. اللعبة سيئة، كل الظروف تصير سيئة يعني بهذه اللعبة. بس يلا الحمد لله. شوفوا كيف. والله العظيم إن اللعبة معفنة، زفت زفت الوضع زفت مرة. ول هذا هجومين. طبعا كنت اتمنى يعني السحر الكهرب يكون لل ول 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 ول. الله يلعنكم لعبة، الله يلعنكم لعبة، الله يلعنكم لعبة، الله يلعن ابوكم لعبة. مرة تو ماتش والله، والله مرة تو ماتش، جدا تو ماتش كذا. الله يلعن اصلكم لعبة، الله يلعن اصلكم لعبة. حسبي الله عليكم لعبة. مرة تو ماتش والله، مرة جدا تو ماتش. ما ادري يعني بيجيك ميجا نايت بعد.
والله كنت حاس، والله والله كنت حاس شد. لعن الله أبوهم، الله يلعن أبوهم، بس الله يلعن أصلهم، الله يلعن أصلهم، الله يلعن أصلهم. والله too much، والله too much، والله too much. يلعن أم شكلك، الله يلعنك، الله يلعنك، الله يلعنك، الله يلعنك، الله يلعنك، الله يلعن أبوكم لعبة، الله يلعن أبوكم لعبة. ما هي لعبة زي كذا والله، والله ما هي لعبة. مضطر 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 أضغط زي كذا، مع أنه ما له داعي أجمع كل شيء مع بعض وأنا قابل ميجانايت، لكن إيش أسوي؟ الله يلعنكم، الله يلعنكم، الله يلعنكم، الله يلعنكم، الله يلعنكم، الله يلعنكم، ويلعن مبارياتكم، ويلعن نظامكم المعفن يا حيوانات. راح تعذيب، والله والله تعذيب، والله تعذيب. أبو الفضل هذا إيراني، ما أعرف يعني كل شوي جايب لي مظهر كريسمس ذا. ميجانايت يا إيران غالبا، ميجانايت والله كنت حاس، كنت حاس انه في برج نار يعني، بس لا حول ولا قوة الا بالله. بس هجومي الان صار ارضي يعني، ما اعرف كل شوي مضادات ارضية زي هذا الحطاب، زي الباولر. اول مرة سيئة، لعن ابوكم يا شيخ، يلعن ابوكم. يعني تلعب سحر كهرباء لا ايش؟ تترك ايش؟ جهز السم. طيب حلو ضربتها. هجومين برج نار، وضع ما ادري ليش دائما كذا زفت. وهذا ال غنم الثلج المعفن. سهام بطل، والله بطل 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 بطل. هذه الدقائق من جد
لا غضب بعد. الله ادعسك وادعس ابوك يا حقير. لازم تخريب برج نار ورا بعض، اعوذ بالله. كفايه عذاب من هاللعبه. لا يشجعون ولا يدعمون ولا شيء. يلا بسم الله نشوف. انكت ولازم مظهر الكريسماس، هذا الشيء الغريب والشيء المعفن واللي يا الله. هذا الشكل ناوينا مبنيين. الله كنت حاسم جنايت، حول ولا قوة الا بالله. بس يا ربي هل ما استعجلت بالرمسيان؟ الكلب معبي التشكيلة، الكلب عنده كل الحلول. عندك حلول؟ اي والله ان شاء الله ما ينحب. ول يلعن شكله. الله يلعنه، الله يلعنك ابو ذا الوجه. عنده هجومين قاطعة، نشوف كيف. حتى الأصدقاء لا يقعدون ولا يشجعون ولا شيء. تحسن له الأصدقاء ذولا. فكلها أمور غيرت قناعاتي بشكل الحياة بهذه اللعبة. يعني أصدقاء اكتشفنا انهم يعني فنكوش، صداقة اي كلام من كلهم دغريري يا محمد. ما في دعم ولا في تشجيع. روعة، الحمد لله. تم الدعس. يعني نشكرهم على انهم يجون باليوتيوب يدعمون على الاقل مو جيمنج. الله حقيرين والله كل شوي كذا. أعوذ بالله بس.
شوي ما توقعتها منك ما توقعتها منك شو يحسبونه ايش يعني اللي يعني يشوفك بس عشانك تخسر يحس بان البلا فيك يعني لعبة معفنة يا اهبل انت وهو شوف كيف شوف كيف شوف كيف العفن انا اشيل سياف يجيني كلها الأشكال هذه دائما هنا شكلك ساحرة عملاق كهربائي أو الوضع ذا أبو جوكم المعفن ذا الله يستر بس رهيب رهيب والله كنت حاسس في فالكري الكلب رهيب رهيب رامي السهام يضرب من مسافات وبحور ومهوت وسفود والله رهيب والله العظيم يزداد إعجابي بهذا الرامي في كل مباراة شيء وراء الأكمتي ما وراء الله يشكك صح نسيت انه يلعب بالسم انه حيوانا يبلع لعبة سيئة لعبة سيئة كل الخصوم أعوذ بالله والله مقنايت بعد عن جدهم الله ياخذ نظامهم التعبان ذا صورة الخلفية الصفرة ذي رهيبة مقنايت برج نار يا إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله